من جديد يتصدر اسم الفلسطيني خالد نبهان المكنى أبو ضياء عناوين محركات البحث بعد شائعات تداولتها عشرات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن حصوله على لقب شخصية العام من قبل مجلة تايم الأمريكية، مصحوبة بتعليقات بأن الرجل العظيم أصبح أيقونة عالمية. تايم على الفور نفت الخبر، مؤكدة أن اللقب فازت به نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت لإنجازاتها الفنية والإنسانية، خاصة مع النساء اللاتي يشعرن بقلة شأنهن في المجتمع. وفي وقت سابق حظي الجد الفلسطيني أبو ضياء بشعبية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي إثر نشره صورة وهو يحمل جثة حفيدته الصغيرة ريم التي قتلت بنيران الجيش الإسرائيلي، مع وداعه لها بعبارته الشهيرة دي روح الروح.